هي صرخة غضب و شبه يأس من حركات قيس سعيد، كان هو الوحيد. أنا فما ناس يقولوا النظام والدولة والسلطة، وما فماش لا سلطة لا دولة لا نظام، فما هو هو فقط، لا يسمع ولا يرى ولا يعي. ولذلك تجاوز كل الخطوط الحمراء بهذه العملية، أن توصل الناس تحطهم برا حسب القانون كما يقول هو. 14 شهر، فبعد 14 شهر في الليلة الأولى يخرج الناس هذوك اللي استوفاوا مدة الاحتفاظ بهم، والاحتفاظ بهم وقع كما يعرف العالم الكل في الداخل وفي الخارج، بدون لا تهم ولا ملفات ولا حاكم تحقيق اسمحهم ولا حق معاهم ولا حتى استقبلهم، ما ثماش. فوصلنا لدرجة من العار ومن الخزي وانعدام العدل وانعدام القضاء اللي ما عادش بعدها، توا ما عادش بعدها. أنا نقول الكلام هذا باش كل واحد في تونس، قاضي أو محامي أو مواطن عادي أو مثقف أو إعلامي، يستخلص العبرة من هذا، يستخلص العبرة ويغسل يديه بالماء والصابون والجفال من هذه منظومة قيس سعيد اللي موجودة في خياله، كما قال اليوم الصحفي نيكولا بو في المونضافريك، قال الرجل مصاب بالبارانويا ميسيانيك. أنت استعمل كلمة بارانويا ميسيانيك في تحليل مطول طويل في الموند. هذه الهلوسة، هلوسة أنه موحى إليه من طرف قوة ربانية باش يغير حياة 7 مليارات بشر، مش تونس برك، احنا وحنا توا في تونس وبلادنا ربي، بإنسان بعيد على السياسة وبعيد على الاقتصاد وبعيد على المجتمع التونسي. وكما قال نيكولا بو، البارانويا ميسيانيك، وكما قالت قبلهم نادي عكاشة اللي هي أعرف الناس به وتكلم كلام معروف، ذاك أنا منحبش نعاود الأشياء هذه ومنحبش نهتك أعراض الناس، حشاني من هذا، أنا نترفع مش كيفه هو يهتك أعراض الناس وأعراض قاضية برأها القضاء من تهمة الزنا وهو تهمها وما عذرش مجرد اعتذار. عيب وعار باش تونس توصل لها الدرجة هذه. هذا تعليقي على ما ورد في هذا البيان الغاضب واليائس من مجرد إصلاح الرجل أو دعوته لموقف رشيد وموقف حكيم.